أخلت قوات معززة من طواقم الإطفاء والإنقاذ مجمع تجاري من مئات العاملين والمتسوقين جراء اندلاع حريق هائل في مدينة قلن سواء ووفق مصادر محلية فإن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة ولم يبلغ عن تسجيل إصابات أو أضرار بشرية فيما استمرت أعمال البحث عن عالقين وحذرت طواقم الانقاذ من خطر انهيار المبنى مشيره الى ان النيران تنتشر بصوره كبيره والسنه لها بقوه وبصوره خطيره وتم ابعاد سيارات وطواقم الاطفاء ويتم العمل على اخماد النيران من الخارج